قد تتساءلون لماذا أركض؟ أهارب أنا؟ من ماذا؟ من أين؟ دعوني أخبركم بقصتي. أنا سليم في العقد الثالث من العمر. دائما ما كنت أحلم بأن أكون غطاسا. في عصر يسيطر عليه حب الامتلاك أصبحت بائع. أعيش حياة عادية، حياة مملة. في أحد من الأيام شعرت بعارض صحي، تجاهلته، ظنا مني أنه مرض عابر. سرعان ما تدهورت الأمور وزرت الطبيب. وصف لي أدوية طمأنني وطلب مني إجراء بعض التحاليل. أموري لم تتحسن. لما عدت للطبيب للحصول على نتائج التحاليل، من تعبير وجهه فهمت كل شيء. كان يتكلم ويتكلم ويتكلم ويتكلم. خلاصة الأمر، أنا مصاب. مصاب بمرض خطير، ولم يبقى لي الكثير في الدنيا. في بادئ الأمر بدأت أتساءل، لماذا؟ ما هذا؟ لما أنا؟ شرعت بحوثا في الإنترنت، دخلت المنتديات، طالعت على الكتب، حاولت أن أفهم. كنت أستيقظ كل صباح متمنيا أن يكون هذا مجرد كابوس، وإنما هي الحقيقة تتبعني حيثما ذهبت. استمرت حياتي الشخصية والمهنية في التدهور. في مثل هذه الحالات يبدون الآخرون الشفقة تجاهك، أمر مزعج في البداية، ولكن ما تلبس أن تعتاد على الأمر وتبدأ باستغلاله لصالحك. بعض الأيام ينتابك الشعور بالطاقة والعافية، وكأنك لست مريضا وتستمتع بحياتك وتتناسى مرضك وتبتسم للحياة. شعور الفرح والتفاؤل هو أفضل دواء لأي داء. أحيانا أحاول أن أتناسى مرضي، ولكن عبثا مرضي لم ينساني. الحياة مليئة بالألم، نولد في الألم ونموت في الألم. ولكن هناك دائما فسحة للأمل.